مرحبا بكم ببرنامج تقانة ومعلومات. مشاهدينا، قدرته الفائقة في معالجة البيانات وتوافقه مع البرمجيات المشهورة جعل منه أداة فاعلة لتحليل شتى أنواع البحوث العلمية. برنامج SPSS الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية هو عبارة عن حزم حاسوبية متكاملة لإدخال البيانات وتحليلها، وكما تعرفنا إليه في الحلقة السابقة يستخدم هذا البرنامج في جميع البحوث العلمية ولا يقتصر على البحوث الاجتماعية. في حلقة اليوم من برنامج تقانة ومعلومات راح نكمل ما بدأنا في الحلقة السابقة بالتعرف إلى برنامج SPSS واستخدام أدواته وتطبيقاته من خلال مجموعة أمثلة تساعد العاملين في مجال التربية على زيادة مهاراتهم باستخدام هذا البرنامج، أكيد بما يخدم هذا المجال. وأكيد ضيفنا الأستاذ سامر علي أحمد، رئيس قسم الشؤون الإدارية في مركز القياس والتقويم. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا، رح نبلش حلقتنا لليوم بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد. أستاذ سامر، في الحلقة الماضية تعرفنا على كيفية توصيف البيانات إحصائيا، وتعرفنا على المقاييس وحتى يمكن تقسيم الطلاب وتحديد مستوى نجاح ورسوب لدى الطلاب. خلينا هيك نرجع نذكر مشاهدينا بهالمعلومات ولو بشكل سريع. تمام، نحن بالحلقة الماضية ذكرنا بعض المقاييس، ذكرنا مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت، وذكرنا كيف يمكن التعامل من خلال هذه المقاييس مع بيانات الطلاب وتحديد مستويات الطلاب في كل شعبة أو في المدرسة بشكل عام. أيضا أخذنا تعليمة نحدد من خلالها الطلاب الناجحين والطلاب الراسبين. كمان تعرفنا على الاكسبلور والكاونت والتشارت اديتور. تشارت اديتور، تعرفنا على آلية التعامل مع المخطط البياني والتغيير والتعديل عليه وعدة أمور، الكاونت مثلا والاكسبلور. نعم، الاستكشاف بشكل معرب يعني. طب أستاذ، نحن في عنا تعليمة كمان اسمها الكروس تابس، صح؟ الكروس تابس، تمام. بدنا نحكي عنها أكثر، كيف ممكن نستخدمها ضمن برنامجنا أو شو ممكن تساعدنا كمان؟ تمام. هلا تعليمة الكروس تابس، نحن من قائمة أنالايز ديسكريبتيف ستاتستيكس، نعم، نلاحظ وجود كروس تابس. بالنقر عليها تظهر لدينا نافذة جديدة، نلاحظ روز وكولومز، أي أسطر وأعمدة. يعني أنا ممكن من خلال أن أحدد المتغير، هل أريده سطر أم عمود؟ فسأأخذ مثلا اللغة العربية كأسطر واللغة الإنجليزية فقط كمثال، وبالنسبة للكولومز أريد أن أقوم بآلية التصنيف بناء على الشعبة، ثم أعطي display bar charts، display dashboard bar charts بتحديدها، ثم أوكي. نلاحظ تيجي للكروس تابس، صح؟ تمام. فيظهر لدي الجدول التالي بالإضافة للمخططات البيانية. هذا الجدول يظهر لدي عدد أفراد العينة، القيم المفقودة، النسبة الكلية، يظهر لدي العلامات بشكل كامل بالنسبة للغة العربية وكل شعبة، مثلا درجة 180 على 180 من أصل 600 موجودة في الشعبة الثانية، الشعبة الأولى والثالثة لا يوجد هكذا علامة. نلاحظ مثلا وجود علامة 360 في الشعبة الأولى والشعبة الثانية يوجد علامتين 360. بالانتقال للمخطط البياني المرفق للمثل اللغة العربية، نلاحظ ضمن المخطط البياني بناء على الكاونت على العد، نلاحظ مثلا 360 يوجد خطين، خط الأخضر وخط أزرق. الخط الأخضر يمثل الشعبة الثانية، نعم، ونهايته عند الرقم 2. يعني أستاذ، أن هذا الموضوع موجود من البرنامج اللي بيحدد، يعني حتى مكتوب جنب المخطط البياني هو الألوان المستخدمة. طبعا ممكن أنت تحدد. طبعا أنا ممكن أغير، ممكن تغير، ممكن أغير أنا الألوان إذا حسيت أنه الألوان غير مريحة. ممكن بنقر المزدوج تفوت على التشارت
التشارت إديتور اللي حكينا عنه نعم. بالحلقة السابقة، ومن خلال أنا بغير الألوان، بغير الأعدادات، حجم الخط، عرض لون الخط، الأمور هاي كلها أنا ممكن أتحكم فيها تمام. نعم. فهذا المخطط يبين لي بشكل كامل توزع العلامات، الشعب، عدد نسب تكرارها في الشعب أيضا، والقيم العظمى والقيم الدنيا، لأنه يعطيني ترتيب تصاعدي من أدنى قيمة إلى أعلى قيمة بشكل كامل. فمن خلال هذه التعليمات ممكن أن أخذ كل المواد، يظهر لي بيانات كاملة لهذه المواد حسب الشعب، ويظهر لي المخططات البيانية المرفقة اللي ممكن أنا أعدل عليها وأطبعها وأحصل على بيانات كاملة بشكل واضح. نعم أستاذ، ضمن البرنامج في عنا معاملات السهولة والصعوبة والتمييز، تمام صحيح؟ خلينا يمكن بشكل نظري بالبداية خلينا نفرق أو نوضح لمشاهدينا ما هو معامل السهولة والصعوبة والتمييز. تمام، معامل السهولة بكل بساطة هو مجموع درجات العين المدروسة، نعم، اللي عم نشتغل عليها على المجموع العام العين. يعني أنا عندي مثلا 10 طلاب في مادة اللغة العربية، العشر طلاب لازم يحققوا، هي العلامة الكلية اللغة العربية 600، فعشر طلاب لازم يحققوا 6000، نعم تمام، فكقيمة عظمى. نعم، معامل السهولة يمثل مجموع ما حصل عليه الطلاب على هال6000، يعني مثلا أخذوا هن 5200 تقسيم 6000 بيطلع عندي قيمة، هذه القيمة تمثل معامل السهولة وهو حتما أصغر من الواحد. معامل الصعوبة يكون متمم هذا الرقم إلى الواحد، يعني هو واحد ناقص معامل السهولة بيظهر عندي معامل الصعوبة. أما المعامل الثالث الذي من خلاله أنا بحدد تميز السؤال، نعم، معامل بالنسبة لي كتلة من الأسئلة اللي هو معامل التمييز، فهو يمثل نسبة قسمة أو الفرق بين سهولة الربع الأعلى وسهولة الربع الأدنى. يعني عندي كتلة من نتائج الطلاب، بعد ترتيبها بشكل تنازلي أحدد الربع الأعلى والربع الأدنى، أدرس قيمة معامل سهولة الربع الأعلى وقيمة معامل سهولة الربع الأدنى، الفرق بينهما يمثل معامل التمييز. طبعا أستاذ نحن هذا الحكي هلا بدنا نطبقه احصائيا، ولكن مشاهدينا بعد أن تعرفنا إلى معاملات السهولة والصعوبة والتمييز وبماذا تساعدنا هذه الأدوات، ابقوا معنا لنطبق عمليا حساب المعاملات معاملات السهولة والصعوبة احصائيا. مشاهدينا الآن سنطبق حساب معاملات السهولة والصعوبة إحصائيا أكيد مع ضيفنا الأستاذ سامر. تطبيق معاملات السهولة والصعوبة، طبعا نحن بدنا نفصلهم، نحن في عنا تطبيق ولهن مع بعضهم، السهولة والصعوبة بشكل إحصائي لحال والتمييز لحال ولهن مع بعضهم، نفس الملف اللي رح نشتغل عليه سهولة وصعوبة رح نطلع عليه معامل تمييز. خلينا نبدأ بالسهولة والصعوبة. هلا لحتى أنا أشتغل معامل سهولة وصعوبة لازم يكون عندي كتلة بيانات اشتغل على أساسها. نعم. فأنا أخذت مثال عملي، مثال من طلاب الصف الثالث الإعدادي. نحن بطبيعة عملنا دائما نجري دراسة إحصائية للأسئلة، فبناخذ عينات من الطلاب ونقوم بتفريغ هذه العينات، فالنتائج الموجودة هي نتائج واقعية، يعني من كتلة من طلابنا يعني. نعم. فأخذنا عينة مادة العلوم، مادة العلوم لمجموعة العام هو 400 درجة. نعم. مادة العلوم كانت عبارة عن 7 أسئلة بالعينة اللي نحن درسناها. الأسئلة كانت موزعة علاماتها بالشكل التالي: السؤال الأول كانت علامته 80، السؤال الثاني علامته 100 درجة، نعم، السؤال الثالث 60 درجة، السؤال الرابع علامته 40 درجة، السؤال الخامس 20 درجة، والسادس 40 درجة، والسابع 60 درجة. لحتى نفرغ هذه المتغيرات يجب أن نقوم بفتح ملف الـ SPSS على الـ Variable View كما اعتدنا،
عند الاسم نأخذ سؤال واحد بدون سبيس، بدون نقطة كمان، بدون نقطة. نعم. سؤال واحد. نعم. سؤال فين بحط نقطة بس نحن للسرعة سؤال اثنين. نعم. سؤال ثلاثة. نعم. سؤال أربعة إلى آخره. نعم. وبعد ما قمنا بتحديد هذه المتغيرات تظهر أعمدة، نقوم بملء هذه الكتلة البيانات. نعم. طبعا أنا لدي كتلة بيانات جاهزة بهذا الخصوص لتسريع العمل. لك حتى نحن نذكر مشاهدينا بالحلقات اللي قبل لبين ما أستاذ طبعا طلعت لنا بالشكل الأول يمكن المثال الجاهز لسهولة العمل، سهولة نقل البيانات من ملف لملف، من ملف إلى ملف. كمان كانت يمكن هي من أهم في أرقام ودقة طبعا، فهي بتنقلها بنفس الدقة وبنفس الجودة. تمام. تمام. هلا هون أنا عندي كتلة البيانات من السؤال الأول للسؤال السابع، أخذنا عينة مؤلفة من 20 طالب. طبعا نحن بدراساتنا بندرس على العينة 500 طالب، أقل عينة بضمن دراسة ضمن العمل، أقل عينة 500 طالب، أقل عينة 500 طالب وعشوائية تؤخذ من المحافظة. نعم. فهلا أنا بدي أدرس مثلا معامل سهولة السؤال الأول، نفرض أني بدي أحدد أنا معامل سهولة السؤال الأول. لدراسة معامل السهولة من قائمة داتا، من قائمة داتا عندي select cases، طبعا هي تطرقنا لها سابقا لكن إلى عمل آخر ضمن هذا المجال. select cases بالنقر عليها يظهر لدي المتغيرات، السؤال الأول الثاني الثالث إلى آخره. select أحدد if condition is satisfied، بتحديدها نأخذ if، بالنقر على if تظهر لدي هذه النافذة. طبعا أنا معامل سهولة عندي للسؤال الأول هو ذكرنا أنه علامته 80 درجة، فباخذ السؤال الأول تقسيم علامته اللي هي 80 درجة ضرب 100 لأني بدي أخذه كنسبة مئوية، مئوية. ثم continue. نعم. أوكي. فيعطيني بشكل مباشر متغير جديد فلتر. نعم. هذا المتغير يعطيني قيم مئوية صحيح إذا بدنا نقول هذه نسبة لا مئوية. لا. هذه القيم هي نسبة مئوية، نسبة مئوية لعلامة الطالب بالنسبة لهذا السؤال. تماما. تمام. تمام. نسبة مئوية. أوكي. هذا لتحديد معامل السهولة أقوم بأخذ المتوسط الحسابي لهذه النسب. يعني بجي على أنالايز من قائمة ديسكريبتيف ستاتستيكس فريكانسيز. نعم. باخذ الفلتر اللي هو اخر واحد كمتغير، وبجي على ستاتستيكس بحدد المين اللي هو المتوسط. نعم. كونتينيو ثم اوكي، فيعطيني بشكل مباشر كمان متغير جديد صح، يعطيني قيمته وقيمه. نعم. قيمته 57.06 هي قيمة المتوسط الحسابي لهذا المتغير اللي هو يمثل النسبة المئوية لعلامات الطلاب بهذا السؤال. هذا الرقم اللي هو 57.06 نقسمه على 100 بيطلع 0.57. نعم. يمثل معامل سهولة السؤال الأول. بكل بساطة. إذا 0.57 هي معامل سهولة السؤال الأول. وبنفس الطريقة على بنفس موضوع الطريقة لباقي الأسئلة. نعم. ككل إذا بدي طلع معامل السهولة طبعا 1 ناقص 0.57 بيطلع عندي رقم، هذا الرقم يمثل معامل صعوبة السؤال الأول. طبعا كلما ارتفعت هذه القيمة دل على أن السؤال بالنسبة للطلبة هو سؤال سهل. سهل. نعم. بدليل أن نسبة الإجابة مرتفعة جدا. نعم. وهذا قد يكون مقصود وقد يكون خلل في طريقة وضع الأسئلة. نعم أكيد. كمان أستاذ نحن بدنا نطبق موضوع المعامل التمييز بشكل إحصائي. تمام. ولكن مشاهدينا بعد أن قمنا بحساب معاملات السهولة والصعوبة من خلال هذا المثال العملي رح نتابع سوا كيف يمكننا حساب معامل التمييز.
طبعا استاذ رجعنا معك اكيد ورجعنا مع مشاهدينا حتى موضوع المعامل التمييز ولكن بشكل احصائي. معامل التمييز بشكل احصائي، هلا انا لما بدي اخذ معامل تمييز بدي اخذه، بدي اخذ هذا السؤال هل هو مميز بالنسبه لكتله الاسئله او لا؟ يعني انا لما بدي رتب احصائيا اخذ الحد الاعلى والحد الادنى لازم رتب بناء على المجموع العام للأسئلة ككل. نعم. فأول أمر لازم أعمله هو عملية الجمع، أخذناها سابقا، رح أعملها بشكل سريع. المجموع هو السؤال الأول. نعم. زائد السؤال الثاني. زائد السؤال الثالث. نعم. السؤال الرابع. كل الأسئلة، كل الأسئلة طبعا لحتى طلع أنا المجموع العام للطلاب لنتائج الطلاب. نعم. السؤال السادس. السؤال السابع. نعم. أخيراً. أوكي. يظهر لدي نتيجة هي المجموع. هذا هو مجموع نتائج الطلاب العشرين طالب ضمن مادة العلوم. أول شيء بدي أعمله بدي رتبهم تصاعدي تنازلين، أعلى قيمة إلى أدنى. نعم. قيمة. من قائمة داتا سورت كيسز بناء على المجموع، كمان أخذناها في حلقات سابقة طبعا. ديسيندينج. أوكي. أوكي. فيعطيني الترتيب ترتبت بشكل تنازلي من أعلى علامة، من أعلى قيمة إلى أدنى قيمة. نعم. الآن أريد أن أجري مثلا السؤال الثالث فرضا، أريد أن أحدد معامل تمييز السؤال الثالث بالنسبة لبقية الأسئلة. نعم. فذكرنا أنه يمثل معامل التمييز الفرق بين معامل سهولة الربع الأعلى ومعامل سهولة الربع الأدنى. فأولا أحدد معاملات السهولة، إذن من قائمة داتا select cases بالنسبة للسؤال الثالث. نعم. يمكن أن أطبق على الأول باعتبار نحن اشتغلناها. نعم. رح أكمل على الأول. نعم. تفضل. يفضل منشان سرعة العمل يعني. ذكرنا أنه السؤال الأول تقسيم 80 ضرب 100 طبعا على علامة السؤال، على علامة السؤال. بالنسبة للسؤال الثالث طبعا يختلف لأنه يمكن علامته 30 تمام أو 60 درجة. أوكي. يظهر لدي هذه القيم. الآن أريد أن أحدد معامل السهولة للربع الأعلى. فأنا كيف بدي أحدد الربع الأعلى؟ يعني أول خمس طلاب هني 20، فأربع أرباع. نعم. أربع خمسات، أول خمس طلاب معامل سهولتهم سهولة. فبجي لقائمة داتا أيضا select cases أيضا تعليمي أخذناها سابقا، بحدد بعمل ريسيت أول شيء، بجي للبيست أون حدد المجال. نعم. من رقم واحد إلى رقم خمسة كونتينيو. تحديد الربع الأول يعني. الربع الأول. تحديد الربع الأعلى عمليا. الربع الأعلى. لأن احنا رتبنا بناء على هذا الأساس. نعم. ثم أوكي. فيحدد لي الربع الأعلى، لاحظي أول خمس. نعم. بيانات الطلاب. الآن أقوم بأخذ قائمة أنالايز. المتوسط الحسابي للربع الأعلى اللي هو الفلتر نفسه. نعم. statistics بحدد المين محدد continue. أوكي. فيعطيني قيمة هي 0.82%. هذا هو معامل السهولة للربع الأعلى. نعم. معامل سهولة الربع الأعلى. الآن أنا بحاجة لتحديد معامل سهولة الربع الأدنى لأحدد معامل التمييز. فضل. بنفس الأسلوب، إذا هذا 0.82 نجي لقائمة داتا select cases. نعم. الرينج بدل من الواحد للخمسة باخذ من 16 للعشرين طبعا. نحن عندنا 20 طالب. 20 طالب. كونتينيو. أوكي. فلاحظي كيف قام بتحديد آخر خمس قيم. آخر خمس قيم. من Analyze Descriptive. نعم. Statistics Frequencies نفس التعليمات بدون تغيير. أوكي. يعطيني قيمة
معامل سهولة الربع الأدنى اللي هي 0.41. نعم. إذا 0.28 ناقص 0.41 تعطيني قيمة معامل تمييز سؤال اللي هي 0.41. إذا هذا السؤال يعتبر قيمته تمييزه صغيرة، إذا لا أكبر من الأسئلة المميزة الذي يمكن أن يكشف الطالب الجيد من الطالب الوسط. نعم. أو طبعا أكيد فينا نطبق كل هذا المثال على كل الأسئلة، على كل الأسئلة حتى نأخذ يمكن النسبة العالية للسؤال المتميز. المتميز. لها. طب أستاذ، يمكن المقارنة بين مستويات الطلاب كيف ممكن تتم ضمن البرنامج؟ تمام. هلا أنا ممكن قارن بين رح ألغي أول شيء مشان. يمكن مقارنة المستويات من خلال المتوسطات، مقارنة متوسطات الطلاب. نعم. يتم ذلك بالإجراء التالي. نعم. من قائمة أنالايز. من قائمة أنالايز. تفضل. لدي كومبار مينز مقارنة المتوسطات مينز، أخذ الخيار الأول. نعم. فأحدد المقارنة بين مين، بين مثلا، لا عفوا لازم نشتغل على كان على غير على غير على المثال السابق، لأنه احنا هون فتنا بموضوع الأسئلة. تمام. ومعاملات سأعود إلى قاعدة البيانات السابقة. نعم. الثاني الأعدادي. الأعدادي لحتى يمكن نقدر نوضح مستويات الطلاب حتى أن تكون المقارنة واضحة يعني. طبعا على من قائمة أنالايز ديسكريبتيف، من قائمة أنالايز نأخذ كومبار مينز. نعم. مينز نحدد المقارنة، مثلا مقارنة باللغة، مقارنة اللغة العربية، مادة اللغة، مادة اللغة العربية بناء على الشعب. نعم. ثم أوكي، فيعطيني متوسطات، ممكن متوسطات بالنسبة للشعب الأولى والشعب الثاني والشعب الثالث. من خلال قراءة هذه المتوسطات نلاحظ أن الشعب الأولى 455 متوسط الحسابي. نعم. لمجموع علامات الطلاب، الشعب الثاني 427، الشعب الثالثة 458. بإلقاء نظرة بسيطة نلاحظ أن طلاب الشعب الثالثة أفضل من طلاب الشعب الثانية وطلاب الشعب الأولى في مادة اللغة العربية من حيث النتيجة. نعم. قد يكونوا في الرياضيات مختلفين. مختلفين. ممكن نحن نعمل هاي الطريقة على كل المواد؟ ممكن نطبقها بشكل شامل. منطلع نتيجة مباشرة من أنالايز كومبار مينز مينز، منحدد بدل اللغة العربية نحدد كل المواد. نعم. اللغة الإنجليزية مثلا، اللغة الفرنسية، الرياضيات، ممكن يعني على تحديد على الجميع. أوكي، يعطيني جدول شامل بهذا الأمر، وكل مادة، لاحظي كل مادة بعمود، والشعب هي الأسطر، الشعب الأولى، الشعب الثاني، الشعب الثالثة. من خلال المقارنة بين هذه القيم يظهر لدي الشعب الأفضل في اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، اللغة العربية إلى آخره. من خلال هذا الجدول أنا ممكن فاضل بين الشعب الأفضل حسب حسب المادة. المواد حسب تماماً. المادة. حتى حسب المجموع العام. تماماً، لأنه المجموع العام. إيه، إنه المجموع العام بهيك طريقة ممكن لحتى فعلا نقارن بين المستويات متعملي. لازم يمكن على كل المواد أو على المجموع العام. تمام. طب أستاذ، دراسة الترابط بين النتائج كمان هيدا كتير شيء مهم ضمن برنامج. تمام. هلا أنا لنفرض إنه بدي أجري الترابط بين مادة الرياضيات والعلوم العامة، يعني هل الطالب المتميز الرياضيات متميز في العلوم العامة؟ أنا ممكن أجري هذا الأمر. أو مثال آخر، شو درجة تأثير مادة الرياضيات في المجموع العام؟ نعم. علاقة المجموع العام مع بمادة من المواد مثلا الرياضيات. نعم. أيضا من قائمة أنالايز يوجد لدي كوروليت. كوروليت يعني الترابط. نعم. أول خيار بيفاريت، بتحديد البيفاريت نأخذ مثلا الترابط بين اللغة العربية. نعم. واللغات بعضها ببعض، اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. هل الطالب المتميز باللغة العربية متميز باللغة الإنجليزية ومتميز باللغة الفرنسية؟ أوكي،
فيعطيني نتيجة ترابط. نلاحظ يظهر لدي هذا الجدول. لاحظي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية كأسطر، أيضا اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية كأعمدي. التقاطع بين السطر والعمود يمثل الترابط. يعني اللغة العربية تقاطع مع اللغة العربية واحد، يعني أكيد الترابط 100%. اللغة العربية مع اللغة الإنجليزية نلاحظ أن نسبة الترابط 25%. يعني الترابط بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية بالنسبة للنتائج، لنتائج الطلاب، ضعيف. ضعيف طبعاً. يعتبر ترابط ضعيف. أيضاً ترابط اللغة العربية مع اللغة الفرنسية 16%، أيضاً ترابط ضعيف. إذا أردت أن أعلم الترابط بين اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، فنلاحظ أن النتيجة 0.04، أيضا هو ترابط ضعيف جدا. ولا يوجد أي دلالة إحصائية على وجود ترابط بين هذه المواد بعضها ببعض. من هنا أنا يمكن أن أحدد الترابط المواد بعضها ببعض أو مع المجموع العام. ولكن في بعض يمكن حالات بيكون في هذا الترابط. هذا الترابط بين الترابط هلا كتلة البيانات، يعني الترابط يحتاج إلى كتلة بيانات كبيرة. نحن نتعامل مع 10 طلاب، فالعينة صغيرة جدا. نعم. كل عينة تحت 30 طالب تعتبر عينة صغيرة. نعم. ونحن ذكرنا أنه أقل عينة هي 500 طالب بالضبط. فنحن شيء طبيعي أنه يطلع لا يوجد ترابط لأن العينة صغيرة جدا. نعم. ونحن عم نعطيك مثال فقط طبعا للتوضيح. مثال للتوضيح طبعا أستاذ سامر، برنامج SPSS برنامج فعلا واسع وممكن كثير مهم، إن شاء الله نقدر هيك نشوفه أكثر أو عم نستعمله بشكل واضح وواسع. إذا حابب تضيف شيء بنهاية حلقتنا. هلا مثل ما تفضلتي حضرتك، البرنامج واسع كثير، وأنا حاولت قدر الإمكان إني آخذ منه بعض التعليمات الخاصة بزملائنا المدرسين. نعم. وزميلاتنا المدرسات، وبتمنى يكون ذو فائدة وأهمية بالنسبة لهم، وأكيد تطبيقه بيساعد أبنائنا الطلبة وممكن يساهم في تطوير طبعا التعليمي. شكرا كثير لك أستاذ سامر علي أحمد، رئيس قسم الشؤون الإدارية بمركز القياس والتقييم، على كل هالمعلومات. شكرا كثير. شكرا لك. مشاهدينا، مع نهاية حلقة اليوم من برنامج تقانة ومعلومات، نكون بذلك قد انتهينا من التعرف إلى برنامج SPSS الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية. نلقاكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.